أخبار اليوم. منزع عبد الحليم حافظ النهاردة في ذكرى وفاته ناس كتير جدا قابلناها من كل أنحاء الوطن العربي ومن العالم كله جايين النهاردة عشان يشوفوا بيته ويتفرجوا على المقتنيات بتاعته. بيت عبد الحليم اللي كان قاعد فيه، اللي كان بيشتغل فيه، اللي قضى فيه حياته ومعظم وقته. كان معانا النهاردة واحدة من الضيوف، بنتعرف بيكي ونعرف من أنهي بلد. جيهان من المغرب. اهلا وسهلا بيكي. في البدايه جيهان، انت بتيجي كل سنه ولا ادي اول مره ليكي؟ لا، اول زياره ليا لمصر واول مشاركه ليا في ذكرى حليم الله يرحمه. طب جيهان، انت يعني جايه من المغرب مخصوص عشان النهارده ذكرى وفاه العندليب، بالنسبه لك عبد الحليم حافظ يمثل ايه؟ عبد الحليم حافظ هو مصر. عندنا يعني في المغرب لما نقول مصر بنقول عبد الحليم يعني، وبالنسبه لي انا عبد الحليم هو الحب كله يعني، هو الرومانسيه، هو كل حاجه حلوه. لو عبد الحليم حافظ دلوقتي كان موجود تحب تقولي له ايه؟ اقول له يعني انه اسعدنا باعماله الجميله وانه لسه عايش في قلوبنا، وبنتمنى له الرحمه والمغفره، وربنا يعني يغفره على قد ما اسعدنا. ايه اكتر اغنيه بتحبيها له؟ حقيقه ما ينفعش تحددي اغنيه محدده لحليم يعني، كل اغانيه حلوه وشبابيه، ما اقدرش يعني، كل اغانيه زي بعض. وفرق العمر ما بين عبد الحليم، يعتبر جيل سابق، ولكن لغايه دلوقتي الاجيال كلها وحتى اللي جاي برضه لسه عارفينه وبيحبوه، شايفه ده سببه ايه؟ عشان كان بيقدم شغله بصدق وكان بيتعب يعني، الواحد لما بيتعب على حاجه بتوصل، وهو التعب اللي تعبه طول السنين ما راحش، مش عارفه بتقولها ازاي بالمصري يعني، تعبه لسه بيجيب فايده لحد دلوقتي. طب ليه انت جاي بالمغربي؟ يعني واحد اللي عيا ودار شحال من حاجه يعني، خدم على خدمته، خلى باش داك الشيء اللي دار بقى عايش ليومنا هذا يعني، خلى داك الناس مازال كتبغي وغادا 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 تبقى تبغي اليوم الى الابد. تقولي له بقى ايه يعني في ذكرى وفاء بالمغربي؟ بقول له عبد الحليم، حنا كنبغيوك بزاف في المغرب كامل، الوطن العربي كامل، والله يرحمك وكنحماقوا عليك. شتي قوي. شكرا. شكرا.